أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم
بِرَحْمَتِكَ